عليكم هوري يا شباب مع خليفة وحلقة جديدة وفيديو جديد. في الحلقة الماضية حكينا كيف الإعلام يحمي حاله من الاختراقات أو من الهاكرز أو من الروابط الفيا فيروسات اللي ممكن تأثر عليه أو تخترق حساباته. بهذه الحلقة راح نحكي كيف الإعلام يحمي حاله بالواقع. حكينا كيف يحمي حاله بالأمن الرقمي وعلى الإنترنت. بهذه الحلقة راح نحكي شلون الإعلام يحمي حاله عرض الواقع، شلون يحمي معداته من السرقة، شلون يحمي أرشيفه من السرقة، شلون يحمي نفسه من الخطف أو الاعتقال. أي حدا بده يدخل مجال الإعلام لازم يعرف إنه هو للأسف دون غيره متعرض للاستهداف أو الاعتقال أو للخطف أو للسرقة. بهذا الفيديو راح نشوف أحد الإعلاميين اللي مر بأحد التجارب ونتعلم منه كيف نحمي حالنا ونحمي معداتنا قدر الإمكان. امشوا معنا. عرفنا عن نفسك، أنا عارفك بس لازم تعرفنا عن نفسك. اسمي رضوان الهنداوي، مصور مع بداية الحراك ب 2011. عشت بحصار حمص القديمي، بعدين انتقلت لحصار حيدوار، بعدين انتقلت للشمال السوري ضمن التهجير اللي صار سنة 2016. رضوان، بدي أدخل مجال الإعلام بس سمعت انه ممكن باي لحظه ينسرق معداتي او باي لحظه احد يقتحم البيت اللي انا موجود فيه. طبعا اذا حابب تدخل مجال الاعلام اكيد انصحك انك تدخل مجال الاعلام، ولكن في شويه خطوات انت لازم تتبعها. نحن وانا فيها كاخطاء سابقا، وهي كانت اثر السلب كثير كبير علينا. فمثل مثلا انك تختار مكانك، انت وين بدك تتواجد. أنت وقت تكون إعلامي أو مصور أو تكون ناقل للحدث فأنت مستهدف، فأنت لازم أول شيء تختار المكان، فأما يكون مربع أمني مثلا، نحن اليوم منطقة مستقرات واعتبار، فالمكان اللي لازم تختاره مثلا يكون فيه قريب منك أقل احتمال لدورية شرطة أو مركز شرطة يكون قريب منك. في حال لا سمح الله صار معك أي شيء فورا يقدروا يوصلوك. تختار الجيران حواليك، تعرف عليهم، تعرف طبيعتهم، تعرف هم مين. هل جنبك ناس مثلا عليهم شكوك انهم منتمين لتنظيمات ارهابية او ناس طبيعيين مدنيين؟ فهاي العوامل كلها تأثر عليك، تأثر على مكان تواجدك، لانه انت احتمال تكون بالليل مثلا نايم قاعد انت وعيلتك بالليل، ففجأة مجموعة مسلحة تجي عليك على البيت تخطفك. طبعا بعد ما تلاقي مكان جغرافي هون يصير عندك ضمن البيت اللي قاعد فيه انت كمان تتبع اساليب حمايه. اول شغله انه تامن المدخل والمخرج على بيتك اللي انت ساكن فيه، ان كان من اقفال مثلا، اذا كان ماله باب قوي فممكن دام انت بباب ثاني باب حديد يقدر يحميك في حال لا سمح الله صار شيء. اهم شغله كاميرات مراقبه، ما في داعي حدا يعرف انه انت عندك كاميرات مراقبه ببيتك، يعني حتى اهل بيتك ما في داعي يعرفوا هذا الموضوع. طيب انا شلون بدي احمي معداتي، شلون بدي احمي الارشيف تبعي؟ هلا بتحمل الأرشيف تبعك، فيك تعمل كذا نسخة. يعني أنا واحد الناس تعرضت لكذا موقف إني فقدت أجزاء من أرشيفي، فهذا الشيء خلاني أتعلم من أخطائي. أول شغلة يعني لازم يكون أرشيفك أربع نسخ، نسختين إلكترونيات ونسختين على الهاردات. نحن اليوم الإنترنت متوفر جدا عنا، فما عنا أي مشكلة إذا كنا نعمل أبلود لل المواد اللي نشتغل فيها نحن، التوثيق اللي بنوثقه نحن، الملفات، الانتهاكات، فنحن فينا نعمل له ابلود بطريقه بسيطه. انه انت فيك تشتري مساحه على الانترنت، ان كان موقع دروبوكس او ان كان موقع درايف او اي موقع ابلود، مساحه 1 تيرا ب 100 يورو. تمام، 100 يورو بالسنه هذا مبلغ ما انه كبير مقابل انك انت عم تحمي بياناتك، عم تحمي اول شيء من التلف، عم تحميه من انه يضيعوا، عم تحمي نفسك كمان بنفس الوقت. شكرا لك رضوان، وشكرا للمشاهدين، وان شاء الله استفدتم من تجربه رضوان بخصوص حمايه المعدات او حمايه الارشيف او حمايه انفسنا واختيار المكان. السلام عليكم، هاي رجعنا لكم من عند رضوان، واتمنى يكونكم استفدتم من الحكي اللي حكاه رضوان. لا تقدرون قدر الامكان تحمون انفسكم وتبعدون الخطر عنكم. وقبل ما راح اختم الحلقه بوصف الفيديو روابط لبعض التطبيقات اللي منها الحكي عليها رضوان، اللي يحب
يحملهن ويستخدمهن ليحمي نفسه. وبيوصل الفيديو انه رابط تحميل كتاب دليل السلام للعمل الاعلامي بسوريا اللي حبي يتوسع اكثر عن كيف الاعلام يحمي حاله يحمله ويقرا اكثر. كل الشكر. وصل هاي الثانيه من الحلقه، ولا تشوفون الحلقات الماضيه ولا تسوون شغلات تسوون مونتير هنا، واستنونا بالحلقه الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.